يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اكتسبت مبلغا قدره 700 ريال من شبهة، فكيف أتحلل منها؟ يقول اكتسبت مبلغا وهو 700 ريال فيه شبهة، فكيف أتحلل من هذه الشبهة؟ قال إذا كان علي دين هل يجوز أن أؤديه من هذا المبلغ؟ إذا كنت تريد الورع وبراءة الذمة فلا تستعمل ما فيه شبهة، تصدق به أو رده على صاحبه إذا كنت تعرف صاحبه، إلا إذا سمح به لك أخذه. نعم.